بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حفورنا الكريم، جمهورنا المميز، التواصل هناك مستمر مع هذه الانطلاقات. شوطنا السادس اللي خصص الجعدان، نتبنى إن شاء الله كل التوفيق. المركز الأول هناك مرموق صان بن سعيد بن سيف بن سعيد بن حسين، النقلة على المركز الثاني، الله المركز الثاني شعار بن بنا في ثاني المراكز، ما شاء الله متقدما هذه المجموعة الجميلة، يحمل رقم 24 ولا كم يحمل هذا الرقم. النقلة نعم المهب سالم بن مبارك بن سيف بن بنا، بينما المركز الثالث هناك سيف بن عجيل الضحاك الشامسي، الله يا ابو هناد. النقلة على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع من الجانب الاخر، شوف اشوف 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 شاهين ايضا مصبح من سالم بن سعيد بن حلوكه. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه. الله يا سيف يا بن عجيل، الله يا سيف يا بن عجيل، دافع باثنين، دافع بورقتين في هذا الشوط. عندك كلام، عند رأي آخر هناك أيضا. نتمنى لك دائما التوفيق في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. عودة إلى المركز الأول، المسيطر على مقدمة هذا الشوط صالب بن سعيد بن سيف بن حسين. المركز الثاني شعار سيف بن عجيل مع متعب ما شاء الله، ولكن شوف اللي واصل هناك شاهين سالم من خميس من خلفان الرز الشامسي، ولكن خلاص روح كابتن مشرف في هذه الانطلاقات. سالم بن سعيد بن سيف بن حسين العليلي من يقدم مرموق، تهاني لنا. المركز الثاني سالم بن خميس الشامسي، المركز الثالث سيف بن عجيل، المركز الرابع سيف بن عجيل. وهكذا ايها الاخوه كانت النتيجه. اشوف التوقيت دقيقتين ايها الاخوه، 18 ثانيه 53 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا بن حسين على أدائك الجميل والمميز اللي تقدمه في هذا الصباح الجميل، وليس بقريب على هذا الشعار. ثانينا والناموس.